طبعا حضرتك كابتن حلمي عايشت لقاءات القمه كلاعب وكمدير فني. ايوه احكي لنا عن ذكرياتك واهم الذكريات كلاعب وكمدير فني. لا كان اول ماتش هلعبه قدام النادي الاهلي مثلا يعني كان سنه 75 وكان مدربنا 74 كان مدربنا مستر بابي كان مدرب اجنبي الماني ايوه وكان مدربنا وفاكر كويس قوي ان هو عمل لنا المحاضره في استاد القاهره في المدرج بتاع استاد القاهره. ما كانش فيه معسكرات قبلها؟ لا كان فيه معسكرات ولكن هو حب ان احنا نعيش الاجواء ويشيل من علينا الرهبه ويعني جابني كده وقال لي تعالى انت هتلعب على مين؟ قلت له هلعب على كابتن فتحي مبروك. قال لي انزل قول له انا حلم طولان النهارده انا جاي عشان اكسبك زي ما بقول لك كده. فكان بيحمسنا بطريقه لذيذه جدا والماتش ده لعبته وتعادلنا 0-0 في الماتش ده. فاكر انا كويس قوي الماتش ده يعني. وانا مدرب طبعا كان يمكن ليا تجربه مع مستر اوتوفيستر في من 99 ل 2002 لعبت النادي الاهلي 5 مرات كسبنا 3 وتعادلنا مرتين ومشيت قبل ماتش 6-1 بحوالي 10 ايام يعني مشيت بشكل مش حلو من نادي الزمالك حتى اللي مشاني طالع يقول احنا مشيناه عشان اللعيبه مش عايزاه وبعد الماتش قال لك احنا مشيناه ان اللعيبه اتامرت مع حلم طولان على نادي الزمالك فيعني منتهى التناقض طبعا. فدي ذكرياتي يعني مع النادي الاهلي كمدرب وكلاعب برضو كمدرب مع الانديه المختلفه بقى طبعا لعبت النادي الاهلي كتير ليا كان ليا الحظ ان انا افوز مرتين مره مع حرس الحدود 3-0 ومره مع الاتحاد السكندري 4-3 السنه الماضيه السنه اللي فاتت. ايوه كابتن. طيب هنكمل مع نجوم